لو الحكاية فيها إن فيتو المفترض إن إحنا نيجي نتكلم أول حاجة بتكلم فيها إن إحنا بنكون فريق جديد لمصر. فريق متوسط أعماره يوصل لـ 22-23 سنة. كان عندنا مخطط إن إحنا نوصل للمستوى ده وللحاجة دي أول يوم إحنا قعدنا مع بعض. كان عندنا مخطط إن إحنا نوصل له ده نوصل له مثلا بعد ربنا يكرمنا ونوصل كأس الأمم ونأدي الأداء نوصل لبعد كأس الأمم في المرحلة الثانية للمستوى ده. الحمد لله ظهور بعض اللاعبين المميزين الكويسين الصغيرين في السن، احتراف عدد كبير من الأندية اللي هتسمح دلوقتي بوجود الاحتراف، ساعدنا في العمل اللي احنا بنشتغل فيه والعمل اللي احنا بنتكلم فيه والعمل اللي احنا موجودين بنتكلم فيه هذا العمل. إن احنا بدأنا نحط ايدينا على بعض العناصر الصغيرة، لكن مفيش حاجة نقدر نعملها إن أنا يبقى عندي كل العناصر الصغيرة ولا كل العناصر الكبيرة، لكن بيبقى عندي قصص محطوطة في بعض المراكز في بعض الحاجات اللي بنعتمد فيها على اللعيبة اللي هم الأعمار السنية تبقى موجودة اللي عندهم خبرة دولية، لأنه لازم نعرف حاجة إن إحنا عندنا بعض اللعيبة كتير جدا جدا في الفريق وصغيرين ومميزين وكلكم بتشيدوا بيهم وكلكم بتقولوا إنها تبقى موجودة في المنتخب في الألعاب، لكن لما تيجي ترجع للماتشات الدولية اللي لعبها تلاقي الماتشات الدولية ده اسمها ماتش